السؤال التالي: ابنتي أخبرتها معلمة القرآن أنه يجب على المسلم أن يذكر اسم الله قبل رمي العظم في القمامة، لأن العظم طعام الجن. متي سألتني أن صحت هذا الحديث إن العظم بعد أن نلقي به في القمامة يبقى على حالته، لا تظهر عليه حالات التهام الجن له، لا تظهر آثار أسنان الجن عليه، فلا أعلم بما أجيبه. أقول لها: يشرع للمسلم إذا ألقى العظام أن يسمي الله ليكون طعاما لمؤمن الجن. هكذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي قصته مع الجن وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. أما ما يتعلق بالكيفيات وآثار أسنان الجن ونحوها، عالم الغيب يفوض علم كيفياته إلى الله عز وجل. المعنى معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب، تماما كما سئل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معقول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيفوض الأمر في هذا ونظائره إلى الله عز وجل. وكم من أمور لا يستطيع العقل إدراك كنهها وكيفيتها وهو يؤمن بها. وضرب لها أمثلة على هذا من واقعنا المعاصر. بارك الله فيك.